مصر في عيون فلسطينية، هذا هو الشعار الذي اختاره مركز السلام للثقافة والفنون في قطاع غزة لإحياء حفل فني أراد له المنظمون أن يكون خطوة فلسطينية لرأب الصدع بين غزة ومصر. ولم ترفض حركة حماس التي تسيطر على القطاع إقامة الحفل، بل أعطت ترخيصا للقائمين عليه من وزارة الداخلية، فيما أكدت القيادات التي حضرت التظاهر تمسكها بالمبادرة المصرية للمصالحة ودورها في رعاية السلام. مصر غنت هذه الفرقة الموسيقية في حفل أقامه مركز السلام للثقافة والفنون كخطوة هي الأولى من نوعها في غزة، محاولة فلسطينية لرأب الصدع بين غزة ومصر. ولقيت هذه المبادرة ترحيبا من الجمهور الذي أكد أنه خارج اللعبة السياسية. جاءت هذه الفعالية لتعزز الحب الموجود بين الشعب المصري والشعب الفلسطيني. الشعب المصري والفلسطيني تربطه علاقات وتاريخ ونسب، ومهما حدثت من مهاترات سياسية لن تؤثر على حبنا لمصر. لم ترفض حركة حماس إقامة الحفل، بل أعطت ترخيصا للقائمين عليه من وزارة الداخلية رغم الفتور الواضح الذي يميز العلاقات بين غزة ومصر. وأكدت القيادات التي حضرت الحفل تمسكها بالمبادرة المصرية للمصالحة ودورها الراعي. أكدنا على أنه يجب التمسك باتفاقات القاهرة لعام 2009 ورفض أي أجندات إقليمية أو دولية تحاول إبعاد الدور المصري كراعي أساسي في هذه العملية. حركة حماس لا تنفي وجود التوتر بينها وبين مصر بسبب الاتهامات المتبادلة بشأن الأمن في سيناء ووجود الأنفاق وإغلاق معبر رفح ودور الإعلام في تأجيج الوضع. العلاقة تمر بحالة من الفتور وليست كما ينبغي، لكننا نحن نأمل أن تتطور هذه العلاقة بحيث يعود الدفء إلى هذه العلاقة. نحن حريصون على علاقات متوازنة وطبيعية وإيجابية مع شقيقة مصر. الشارع الفلسطيني يؤيد أي تحرك لتصحيح المسار مع مصر وينتقد معاقبته على مواقف سياسية لا باع له فيها، خاصة فيما يخص معبر رفح. عشت بمصر فترة طويلة وبعرف شو يعني الشعب المصري وبعرف قديش هو بيحب فلسطين. بتفاجأ كتير بالتصريحات اللي أنا بسمعها بعد ما تركت مصر، وإنه التوتر اللي صار هذا بين مصر وغزة، اللي أكيد أنا بحكم إن أنا عايش بغزة إنه غزة مش طرف فيه بأي شكل من الأشكال. التوتر والعلاقات بين مصر وغزة، لأنه يعني السبب الرئيسي المعبر، معبر رفح. تنتظر غزة مبادرات سياسية تنهي الانقسام الفلسطيني الذي غير طبيعة العلاقة الفلسطينية المصرية، إضافة إلى الشق الأمني الشائك في سيناء المؤثر بشكل أو بآخر على تحرك المواطنين من وإلى مصر. وسام ياسين، الحرة، غزة.